سي ابراهيم مازالك صباح الخير. صباح الخير. مرحبا. طبعا انت سي ابراهيم من اكثر الناس النساجه في قصر الهلال معناتها منذ القيامه مده طويله. اي تو عندي مده طويله. والله ايش نقول لك، انا قبل كنت نقرا وننزل، كنت نقرا وننزل فهمتني، ولا الى يومنا هذا ما دوايا ما حبيناش نسلموا في الخدمه فهمتني، ولا هنا ساعه نهبط ونبدلوا كل اي ساعه، مش ديما خاطر هي على محاله صنعة هذه بدات تموت، اللي يموت يخلي بلاصته ما عادش يجي حد بعده. واش نفهم هذه معناتها انه توا الشباب مش مقبل على باش يتعلم من الكل يستحيل، ما تلقاش توا الوقت الحاضر يتعلمها حتى حد الصنعة هذه. قلت لك كلا باش يتوفى فهمت، يقعد بلاصته يعني هذا كا يتوفى وكلا غادي كا يتوفى وكا يتوفى. انا مازلت كناني هوني والله ساعات عندي وجيعة هنا يعني. تو سي ابراهيم قالوا لنا معناتها كونه الانواع الخل الكل تقريبا من الساحل تخرج لهنا تخرج من قصر الهلال. هي عاصمة النسيج هذه تسمى، فهمت، قصر الهلال هذه عاصمة النسيج، وكان فهمتي ولا الخدمة نتاعهم الأصيلة فهمتي ولا هي النسيج، فهمت، وما عندهمش فلاحة كبيرة بقى عندهم الصناعة هذه هما اللي تكونوا بها وكونوا بها حتى الجوار فهمتني نتاع قصر الهلال، كيما صيادة كيما بنان كيما بوحجر كي العميرات كي حتى في شوية في المكنين كل كي تكونوا ولا ويخدموا في الصنعة هذه وازدهرت بالباهي زاد فهمت، وتكونوا ناس توا كل واحد يعني أسأل قلوبه فاش كان يخدم يقول لي كان ينجز في النول بدا حتى من سي رؤساء دوائر الجماعة الكل برا ما فماش حتى واحد بوه يعني ما كانش ينتج في النور، وطلعوا منها فهمتي ولا أساتذة وطب ودوائر ووقفوا فهمتي ولا بالباهي والخدمة هذيك هي نزايق فهمتي ولا والنول هذاك هو برا، ويحضر القطعة يمشي بيها فهمتي ولا ويقضي منها بجميع ما ويخلص منها في الكريديات ويقري منها في الذراري ويبني منها فيها بركة بالباهي. تو سي ابراهيم لو كان تسمينا انواع الخلة اللي يطلعوا من قصر الهلال ولكل بلاصه شنو تلبس في الساحل؟ في الساحل دون الساحل يعني يمشيوا حتى فهمتي ولا يعني القصرين يمشيوا فهمتي ولا الكاف يمشيوا فهمتي ولا ولايه نابل دعايا جميع البلايص يعني يلبسوا اللي من هنا، وتلقى كل بلاصه فحنوت يبيع الارتيكل وهذايا فهمتي ولا نتاع النسيج، كل بلاصه وش باش مختصه، واحده فهمتي ولا بالكموني، واحده بالكموني بالفرد، واحده بالقطارش، واحده بالزعيفه. كنت تعطينا كل بلاصه وشنو اسم الخله اللي تلبسها؟ عندنا فهمتي ولا المكنين فما فهمتي يلبسوا الكموني ويلبسوا فهمتي ولا المحمل. محمل فهمتني ولا توا ما عادش ياسر قلب الكل هنا في قصر الهلال يلبسوا فهمتني ولا القطارش وحب الرمان، وفي حمام سوسه يلبسوا زاد حب الرمان ويلبسوا يعني حتى المحشوده يقولوا لها المحشوده فهمت، ويلبسوا حتى الزعيفه فهمت، وفي بوعرقوب ويلبسوا المحمل، وفما يلبسوا زاد فهمتي ولا كالحرمه يقولوا يعني لا احرمه فهمتي ولا جريدي فهمت، وفما زاد يلبسوا في الصحراء حتى جماعه كيما يقولوها جربه وجنوب فهمتني ولا هاكم لا يلبسوا فهمتي ولا الزعيفه بالشواف فهمت، الكل خارج الكل من هنا من قصر الهلال فهمتي ولا كان نول عربي ولا وعملوا نوار يعني جاكار يقولوا لهم يخدموا فهمتي ولا والناس فهمتي ولا تخدم وتهز يعني وتسوقوا هذيك هي خدمتهم فهمت. الخدمه هذه اللي بينيديك توقع تخدم فيها سي ابراهيم شنو تسميها؟ هذه قطارش نتاع قصر الهلال. والحوايج يلبسوها؟ اي والحوايج خاطرش الحوايج هذا يتفرقوا، فما احنا هنا نلبسوا الا النوع هذا برك ولا الزعيفه. زعيفه فهمتني ولا خاطر راني قلت اي توا المطوه اللي كانت قبل هذه كانت زعيفه اما تنحات. توا مثلا الحريم قداش ياخذ وقت من الساج؟ نهار وبرا نهار اي كل نهار ينحي كيما يقولوها وحده وكهو. اما القياس نتاعها قداش سي ابراهيم كان تعطي؟ 9 متر وفما 8 متر وفما 10 متر فهمت هذا كي هي.
أو المراحل اللي يمر بهم من الخيط حتى شو يولي ثوب كيفاش وكانت أي كنت تقول لنا شو المراحل اللي يمر بهم الثوب الكل يجي فهمتي ولا يعني بكرة كبيرة فهمتي ولا تلقى فيها زوز كيلو فهمتي ولا طن ولا زعيفة يحلوها على البغيلة وبعد اللي يحلوها يمشي ويصبغوها اللون اللي تحب عليه أكحل ولا قطارش ولا أحمر ولا تحب وبعداش يعاودوا يقنطوها ويعملوها فهمتي ولا في وسط بكاري ويمشي ويهزوها للنعورة يعني يسديوها وبعد يطويها ويناولها يعني بالناولها منها مثلا يناولها وبعدش يعني يرتبها في وسط النور فهمتني ولا يبدأ يخدم هذه كي هي يدور الجعاب فهمتني ولا يبدأ يخدم هذه كي هي هذه هي المرحلة وبعد يعني يهز الخليلات يعرفوه كما يقولها ينسج ولا حاجة يجي يشريه من عنده يتسوقوا فهمتني ولا به يعني البلدان كل واحد وشنو باش مختص هذيك هي توا كان المحل الواحد فيها اكثر من نساج سي ابراهيم هكا ولا لا اي علاش زعما في 6 في 7 فهمتني ولا انت والمحل قداش يرفع فهمت توا هنا كانوا فهمتي ولا 6 انواع وللنس معناها لا لا يخدموا على رواحهم قلت لك يعني كل واحد يخدم على روحه اي يعني مثلا يعني في الاخر يعني قصك الخلاله مو كيما نقولها كان متاعو هوني متاعو كان مش متاعو مثلا يخدم صانع يعطيه كيما نقولها هنا يظل العرف يعني يعطيه حق يعني خدمته ويمشي على روحه ما ومن غدو يجي زاد كل نهار هذيك يخدم فهمت و الاجواء اللي كانت لهنا في المحلات هذوما سي ابراهيم كانت تقريبا معناتها فما حركيه كبيره كان عباره على منتدى معناها هكا ولا وفي العشيه يتكون سوق في وسط البلاد غادي في الرحبه ما تلقاشني تتعدى بالعباد والناس تشري يعني في الخلال والناس يعني تبيع والناس يعني كل واحد شنو باش مختص يعني فهمت وكان جو كبير لهنا في المحلات بينكم انتوما بينا يا سيدي الحومة كيما هذية كان فيها 120 فهمتي ولا خدام كل حانوت تلقى فيه 6 واحد يدور واحد يسدي واحد يصبغ والله فما كانوا هو ماكل البلاصه هذيك كانوا فهمتي ولا 5 ولا 6 فهمتي ولا اخوابي نتاع صبيغه يصبغوا فيهم تو تسكروا ما عادش فما بكل هذيك هي وبلهون ما عادش يعني قلت الخدمه وما عادش فما اقبال عليها وهنا حتى فهمت وما تلقاش يعني ما عادش تلقى يظل كيما يقولوها مرترت ولا كذا هنا يهبط تقول لك خيمه نقعد في القهوه وانا باقي يعني نقعد يعني من نشرف على الخدمه هذه وانا بين يدي وقت اللي تصير باش نهبط نهبط ونحب نطلع نحوس نطلع نحوس مش مربوط بها 100% راهو هنا هكا ولا ما فهمت وهذيك هي كيما اني هكا بالضبط فهمت تو سي ابراهيم لو كانت تقول لنا على قطاع النول من كيفاش امناش يتكون النول كون فهمت ولا من المطوى المطوى هي هذيكية هذه هي اللوحة اللوحة هذيكية اللوحة والبرادي هيك العواد هيك ملاية وهذه الوشتيق وهذه النيل وهذه الشفرة وهذه الشفرة هذه النزق هذه الحجر في اللي تيح وهذه عصات النور وفهمت وفهم يعني هذيك هي هذه الريشة هذيك هي اللوايا هذوك من الجرارات فهمتني نتاع النول وفما سرابي اللوطة اللي قاعدين بهم رجليك نتاع الساقين هذيك هي هو فهمت هكا توا مشاكل القطاع هذايا حسب رايك اليوم شنو ابار انه ما فماش اقبال على حفظ الصنعه هذيا فماش مشكله في التكلفه نتاع الخيط نتاع حتى الخيط يعني ما عادش يعني بكثره والله ساعات يعني هنا نلقاو دعوه ما عادش فما كان سوق عندنا سوق تلقاها معبي بالترند فهمتي ولا بسلعه تاعو ما عادوش يجيبوا خاطرش ولات المعامل يعني تخدم حتى المعامل والله يعني سكرت وما عادش تلقى شكون ما عادش يخلصهم باش يجيبوا السلعه ما لقاوش شكون يشريها هذيك هي ولا يعني ما همش يعني نقصوا من خدمتها تو سي ابراهيم حاولتش باش تبرر الصنعه هذه تحفظها للاولاد كما انت حفظتها على 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 جدود شنو نقول لك معايا ما عادش فما تحب لها طول البال ولا عنده الوقت وفهمتني ولا ما فماش مش هي. والله اني يعني واحد من الناس كانوا عندي 12 نور فهمت بداو يذوب بوسي الفلي هذا كاي بالله كان ياخذ من عندي في خلال الماء يخلل وجي خاطر هو صناعي ياسر بوسي الفلي فهمت وقعد حتى للاخر يعني ياخو يحب الحاجه الباهيه ما ياخو الا الحاجه الباهيه ويمشي يتسوق المكنين ويتسوق القالطة ويتسوق يعني البرور هذول الكل ما عادش والله ما عادش فهماش بكل
احنا هنا كان جي واحد خذي خلاله جا ولا امراه متعديه فهمتي ولا عندكمش يعني خليله ولا كذا لا اكثر ولا اقل. وقتاش تتباع السلعه هذه اكثر حاجه في الصيف تحس اللي مازالت العبيد في العروسات محتفظه بال وقت لك تكثر العروسات فهمتي لا يجيو ياخذوا يقول لك انا نحب على خلاله زعيفه نحب اني اختارش نحب هاني حمراء وانت هكي هي الطلبات. اما باش تقول يعني بكثره لا يستحيل. قلت لك النهج هذا كان فيه جي 120 يعني نول كيما هكا فهمت يعني نعرفهم مش تو ما عادش تلقى تلقاش يعني زوج في الحومه هذه بكل والحوانت مسكره وما فماش يعني بكل قلت بكل فهمت. سلاسة الله مستعان الله يبارك لك يعيشك. تو سلاسة هذه العملية الأولى للخيط باش من بعد نلقاوه في النول هكا ولا لو كان تسمينا العملية ذي وتعطينا المراحل نتاعها. هذه المرحلة الأولى تحط معناها كيما نقولوها الجعبة هذه في البكرات الصغيرات أي وتولي معناها تدورها تاخذ الخيط اللي هو جاي كوبة كبيرة أي الكوبة هذه هو هو الكوبة هو اللوطة فهمت أي الكبه هذه تولي معناها كيما نقولوها جعاب كيما هكا ايوا فهمت وتولي تمشي النول النول ينسجها ايوا وبعدها لازم تعمل المرحله هذه لازم النول كل مربوطه ببعضها كل مراحل ببعض. مراحل فهمتني فهمتك ايوا شو تتسمى تاع العمليه ذي هذه ردانت هذه الردانه ايوا هذه ردينا وردينا باليد معناتها بالشغل اما اي فما هذه باليد هذه وفما معناها بالواحد معناها بالكورون بالميكانيك ايوا اما هذه الاولى هذه هي اللي تركزت عليها مش هذه اللي تميز معناتها النسيج لهنا في قصر هلال. سي لسعد قالوا لي انت زاده تهز الحرمه وتمشي تشوف الاسواق اي شو رايك مازال معناتها المنتوج هذايا مطلوب والله قليل ياسر ولا قليله قبل كنا نبيعوا ديما خاطر معنا مثلا الزعيفه اي الزعيفه معناها كل طفله تطلع بواحده زعيفه ايوا وواحده حب رمان ايوا تو شيء تبدلوا لو سوري ايوه تو سوري معناها قلت البيع وكل معناتها مازال تقريبا ما محافظين على الحرام اللي الكبار شويه في العمر هكا اي لا لا لا, لا, لا حتى العرايس يستعملوا الحرام اها محافظين معناتها على تاريخ جدود ولكن بدا ينقص بدا ينقص الشيء بدا ينقص اي تو صنعه في انت قداش لك فيها سي لسعد هاني والله شو نقول لك هاني يا ريت بابا معناها ينسج اخواتي تنسج هاني تعلمت نسيجه بالسرقه ها نقول لك ترى وتشوف بعينيك معناتها تحصل اي هما يطلعوا لي نهبط النول فهمت اي ما رسمتش فيها بقينا نعرف ننسج وندور ايوه وتوا شو رايك في هروب الشباب من تعلم الصنعه هذه ما تحسش اللي هذه ظلم ربما الصنعه تموت ولا الصنعه باش تموت هي ايوه شي فهمت ما هو كل بدايه عندها نهايه صحيح هذه الصنعه تولدت عليها الميكانيك قضي عليها ايوه فهمت وما فماش كيما نقولوها تشجيع ولا معناها محافظه عليها وكل كاي حتى يملت مشات على روحها ايوه فهمت يمكن سيدي من اسباب اندثار الصنعه هذه كانوا فماش دعم معناها ما فماش دعم وين الدعم فما حتى دعم ايوه فما حتى شيء فهمت علاش معناها كيما نقولوها الشباب ما يتبعوهاش ما فيهاش فلوس ما عادش فيها فلوس قبل كانت فيها قبل كانت تعطي الصنعه كما تعطيها كما تعطي كل فلاحه بالضبط اجيال ما هي اجيال ما هي اجيال تربات على الشيء هكا أيوة وكونوا ولات معناها كيما نقولوها توا قصر هلال ولات معناها كيما نقولوها معناها وصلت باش بالنول هذاي النول هذا توا قاعده تتراجع لا شيء توا تمت تمت توا ما عادتش مات توا ما عادش كل يموت يمشي على روحه ما عادش يجي معناها انسان باش يعوضه حتى مناح 10% ما فماش